ينضم إلينا عبر الهاتف من مكة المكرمة الأستاذ بجامعة أم القرى الدكتور عبد الحفيظ المحبوب. أستاذ دكتور عبد الحفيظ، بداية مرحبا بك. ماذا يعني برأيك تصريح علي خامنئي أن إيران باتت في كامل قوتها وستتحدى ما سماه قوى الكفر والاستكبار العالميين؟ ماذا يعني بذلك من وجهة نظرك؟ يعني حقيقة أنا أعتقد يعني إيران يعني استثمرت ظروف يعني عديدة في المنطقة، ظروف احتلال العراق، ظروف الثورات الربيع العربي، الاتفاق النووي مع دول غربية. أنا أعتقد يعني هذه الظروف التي جعلها طبعا انهيار دول في سوريا، في اليمن، في طبعا الوضع في مصر، يعني في ليبيا، يعني اعتقد ان هي استثمرت هذه الظروف وتمددت عبر وكلائها وانشات يعني ميليشيات يعني متعدده في العراق، في سوريا، في طبعا في اليمن، وباشراف طبعا حزب الله. انا اعتقد يعني المملكه العربيه السعوديه ترى ان ايران تجاوز الخطوط الحمراء، وطبعا الدول العربيه لم تكن في الفتره الماضيه يعني قادرة أو مستعدة لمواجهة إيران. أنا أعتقد منذ طبعا يعني يناير 2016 بعدما طبعا تم إعدام نمر النمر، طبعا وهناك طبعا محتجون أشعلوا النار في السفارة السعودية في طهران احتجاجا على إعدام رياض نمر النمر. إلى أي مدى ترى دكتور إلى أي مدى ترى أن يعني هناك ربما دعما غربيا للسعودية بهذا التوجه؟ أعتقد المملكة العربية السعودية هي يعني لا تنتظر دعما غربيا، رغم أن أو يعني الاجتماع الجامعة العربية القاري يعني كانت هناك إدانة جماعية للتدخل الإيراني. هددت الدول العربية بنقل الملف إلى الأمم المتحدة. الولايات المتحدة وضعت حزب الله على لائحة الإرهاب. يعني أعتقد هناك يعني مرحلة لبتر الأزرع الإيرانية، وأنا أعتقد أن الأمير محمد بن سلمان يعني اتجه الآن إلى اتهام طبعا آية الله علي خامنئي ب طبعا هتلر منطقة الشرق الأوسط، وقال ما حدث في أوروبا يعني نتعلم مما حدث في أوروبا بأن المسكنات لا تجدي. هذا يعني بدأت هناك مرحلة لبتر الأزرع الإيرانية سواء الحوثية. كانت هناك مرحلة طبعا مترددة حول طبعا مواجهة حزب الله، لا أعتقد أنها هي يعني هناك مواجهة عالمية ب محاصرة. وبالتالي هل تتوقعون أن يكون هناك ربما ضغطا إضافيا وتواصلا في الضغط على المملكة العربية السعودية من قبل إيران من خلال دعم ميليشيا الحوثي؟ لا، أنا أعتقد المملكة العربية السعودية بعد استثمار الصاروخ الذي أطلق على الرياض استثمار جيد، وقوت يعني من طبعا أوقفت جميع المنافذ وجميع الموانئ التي كان يتم تهريب الأسلحة عبرها، وأقنعت العالم وخصوصا الدول العربية وعلى رأسها طبعا مصر، لأنه حقيقة المملكة العربية السعودية هي منكشفة يعني منكشفة على إيران من خلال تهريب هذه الأسلحة إلى الحوثيين، وهذا الذي أخطر حقيقة تحرير اليمن. قد يكون هناك تواطؤ دول، يعني اعتقد بعد هذا الصاروخ هناك يعني المملكه العربيه السعوديه اقنعت المجتمع الدولي والدول العربيه يجب ان تكون هناك طبعا مرحله محاصره لمنع تهريب الاسلحه الى الحوثيين. واعتقد ان بدات المرحله الان ضربات عنيفه مثل ما بدات الحرب في اليمن، لان اعتقد في الفتره الماضيه كانت هناك ضغوط دوليه على المملكه العربيه السعوديه ودول التحالف، فكانت الضربات الحقيقه محدوده، لكن اعتقد الان هي رجعت بكثافه كبيره جدا، واعتقد حررت مناطق واسعه جدا. واعتقد ان المملكه العربيه السعوديه هي يعني في طورها نحو
القضاء على الحوثيين. شكرا لك دكتور عبد الحفيظ محبوب الأستاذ بجامعة أم القرى.